أيوة حرام، لأنها بتدمر صحتك. تبقى حرام، حرام عليك تقدم نفسك ذبيحة للشيطان. قدمها ذبيحة لربنا، ذبيحة حية مقدسة مرضية لله. بتهلك صحتك عشان مين؟ اهلكها عشان ربنا. اقف على رجليك لغاية ما ظهرك يتقطم وانت بتصلي، قدمه ذبيحة لربنا. امسك لسانك للي بيشتمك وللي بيقول عليك كلام وحش وللي بيشهر بيك واللي بيقول عليك كلام افترى، امسك لسانك عن انك تشتمه. لا تقاوموا الشر، لا تجازوا عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات. فين الذبيحة؟ ده احنا في القداس مش عارفين نقف ساكتين. ده اللي داخل بتليفون ومش هاين عليه يطفيه في الكنيسة. فين الذبيحة؟ ما ترمي يا اخي تليفونك، يمكن نموت دلوقتي واحنا في القداس، يمكن يخشوا علينا يدبحونا كلنا. فين الاستعداد؟ اطلب اليكم برأفات الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية لله. عبادتكم العقل، فين العبادة بتاعتنا؟ عايزين نبقى مسيحيين، امال الكنائس فاضية ليه؟ الكنائس مليانة، امال الناس قاعدة ليه؟ الشمامسة بتصلي، امال الشعب ما بيصليش ليه؟ فين عبادتنا؟ كل واحد فينا يقول لنفسه الكلمتين دول دايما. كل ما الاقي نفسي كسلان افكر نفسي، اقول انت مسيحي ولا انت في القدماء؟ انت في سمعتم انه قيل للقدماء، ولا انت بقيت فاما انا فاقول لكم؟ انت في انهي وقت؟ في القديم ولا في الجديد؟ تبعنا ولا تبع غيرنا؟ طباع وعادات واخلاق مش بتاعت ربنا ولا بتاعت المسيحية، لكن عايشة فينا ومغروسة فينا مش قادرين نسيبها. يقول لك لا ما اقدرش، قول حاجة تانية غير كده. يا بنت انت قاعدة في بيت ابوكي ليه؟ ما ترجعي لجوزك؟ لا مش راجعاه. ليه؟ اهو كده وخلاص. طب نتفاهم؟ لا مفيش كلام. طب تعالي اقول لك كلمتين؟ لا ما تتصلش بيا تاني وانا لما عاوزك اكلمك. النور جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور. ليه؟ لان اعمالهم كانت شريرة. بس ده القديم. احنا النهاردة في النعمة، احنا النهاردة في الكنيسة، احنا النهاردة في ملكوت الله اللي داخلكم، احنا النهاردة اولاد الله، اتعمدنا، خدنا المسحة الجديدة، سكن فينا الروح القدس. لازم نتغير، لازم. شوفوا يقول ايه؟ لا تشاكلوا هذا الدهر. انتوا بتقلدوا اللي حواليكم زي ما هم بيعملوا، انتوا كمان بتعملوا؟ لا، لا تشكلوا، اوعى تقلد اللي انت حواليك، اوعى تعمل نفسك زيه، انت غيره. لا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد. التجديد ده اللي هو ايه؟ المعمودية. تجديد يعني معمودية. لما المسيح له المجد بيقول لتكونوا ابناء ابيكم، يعني معمودية، بنتولد من المعمودية ونبقى ابناء الله. الكنيسة بتعد ولادها للمعمودية، بتعد ولادها للمسيحية. في حد معانا النهاردة مش مسيحي؟ ولا واحد. في حد النهاردة عايز يسمع وصية ربنا وينفذها؟ واحدة، واحدة بس رفعت ايديها. ودي واحد، اتنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. ها بس دول؟ مسكين ربنا، ده عمال ينده من زمان ومش لاقي اللي يسمعني. صوت ابليس اعلى، وعمالين سايبين ودنا لابليس يقول ونمشي وراه، ويجي ربنا يقول نديله ظهرنا، وربنا يقول اعطوني القفا للوجه.
مش عارف اعمل لهم ايه. طول النهار بسطت يدي امام شعب معاند، عمال بنصح فيهم ومش عايزين يقبلوا النصيحة، عمال اكلمهم ومش عايزين يسمعوا، اقف قدامهم عشان اتكلم يدوني قفاهم وما يبصوش عليا. ايه ده؟ اروح منكم فين؟ اكلم مين غيركم؟ هفضل اكلمكم تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، مش هقول ولا كلمة الا توبوا، لانه قد اقترب منكم ملكوت الله. او الولاد اللي راحوا ليبيا دول ما كانش في ذهنهم لا هم ولا اسرهم ان هم ممكن ما يرجعوش من ليبيا تاني، ما كانش في بالهم، ولما اتقبض عليهم يمكن برضو ما فكروش في الموت. لكن محبتهم لله كانت مغروسه فيهم. امبارح حد بيحكي لي انه كانوا في التلفزيون بيعملوا حوار مع الخادم او الخادمه بتاع مدارس الاحد اللي كان بيدرس للولاد دول، مش فاكر اتنين او تلاتة منهم. فالخادم بتاعهم بتاع مدارس الاحد بيحكي بيقول لما كانوا صغيرين وكنا نيجي نفرجهم على الافلام بتاعة الشهداء، فكانت تيجي اللقطات بتاعة التعذيب كنا نجريها عشان ما يشوفوهاش اطفال ومش عايزينها. كانوا يروحوا يشتكوا لابونا ويقولوا له الاستاذ فلان ما بيفرجناش الشهداء ماتوا ازاي، احنا عايزين نتفرج على التعذيب بتاع الشهداء وعايزين نتفرج عليهم وهم بيقطعوا راسهم، نفسنا نبقى زيهم. مين فينا نفسه يبقى زيهم؟ كلنا. قدموا أجسادكم لله ذبيحة حية مقدسة مرضية لله، العبادة بتاعتنا. بيوتنا ما فيهاش صلاة عشان كده مليانة مشاكل، قلوبنا ما فيهاش حب عشان ما بتصليش ما بتتكلمش مع ربنا، قلوبنا مش عارفة تسامح ومش عارفة تحب عشان ما بتقراش كلمة ربنا، فلسه فيها الوساخة بتاعت إبليس، فيها وساخة الخطية، ما نطفئش كلمة ربنا بتنقي. اقروا كلمة ربنا تغسلنا وتنضفنا. واحد يقول مش قادر ابطل الحاجة الفلانية، ايوه عشان لوحدك مش هتقدر، لكن خد ربنا معاك هيقدر. طلع المسيح اللي فيك اللي انت لبسته في المعمودية، خليه يظهر عشان هو يقدر، هو يعرف يحب اعدائه، خليه يبان فيك فيحب أعداءه، خليه يبان فيك فيسامح، خليه يبان فيك فيعمل الخير ويمد إيده للسلام، خليه يبان فيك عشان تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. شوفوا المزمور بتاع القداس النهارده جميل إزاي. انصت يا رب لكلماتي وافهم صراخي، اصغي الى صوت طلبتي يا ملكي والهي. ده ايه؟ صلاة. يعني عايز تحب عدوك؟ طب ما بتصليش، تحبه ازاي؟ اقف قدام ربنا وقول له انصت يا رب لكلماتي. فين هي كلماتك اللي انت عايز ربنا ينصت اليها؟ بتقول لربنا افهم كلماتي، فين الكلام اللي انت بتقوله وانا مش فاهمه؟ يا ابني انت ما بتقولش حاجه، قول اي حاجه وانا بفهم، بس طلع اي حاجه من عندك وانا هفهم. قول لي كلامك، فين علاقتك بيا؟ فين وقفتك معايا في الصلاه؟ لكي تكونوا ايه؟ ابناء ابيكم.